once again. السلام عليكم شباب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، معكم ريان جيم اوفر. اليوم رجعنا مقطع جديد شباب. طبعا اليوم عندنا تجربة ابنية ريدستونية بلعبة احلى من ماينكرافت. طبعا بيزبطها على ماينكرافت، طبعا بيزبطها على ماينكرافت. اوكي، طبعا هاد الماب بيكون من اصل اللعبة، اسمه 15 ريدستون بيلز. بيكون موجود عندك بلعبة ديفيرس او اكسبلوريشن بجوجل بلاي، بس بصير اسمه ديفيرس مش تسلا. فما مهم، ما بدي اطول عليكم بالمقدمة، خلينا نبلش بتجربتهم. عن شباب اذا هيك بدي اطول الحلقة، بدي اعمل جزئين. طبعا هون اول شي بيكون مسكر الباب، تضغط هاد بيفتح. طبعا هاد الصندوق انا حطيته مشان احط في الشغلات ما بدي اياها، بس خليني اخذ سيف. فا اوكي شباب، خلينا نروح على اول واحد. هاي هاي اي مهلق هذا. Very easy word rob. طبعا هذا النقل كون قصدي هذا البديه عينه، هلا ما اعطانا شيء. طبعا عين بدي احط هون شغلات، مثلا احط هاي البلوك، هاي وحط دروع مثلا بلبسنا اياهم فورا. شوفوا بس وين الدروع. مثلا هاد عينه. بحط هاي خلينا نحط بواحد بس، المفروض نحط بكلهم. ايش هو بكلهم؟ فا اوكي شباب، شوفوا طلع لي هاد وملبسني ما بعرف ليش. فهلا ما مهم، يمكن لازم نحطه بواحد تاني، خلينا نجرب. طبعا هو بلبسني يا متأكد، انا دائما بلبسني يا. فشوفوا لبسني يا لحاله، والله ما عمل شيء، لبسنا يا لحاله. فيلا مو مهم، خلينا نسكر هاد ونروح هاد. ايوه اسهل واحد، ايزي ذا بريدج. شوفوا 1 2 ترا 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 ترا. فين بيقولوا كيف، بس للاسف ما بيصير اذا هيك، ما بيصير، مستحيل. واذا وقعت هيك كمان ما بيصير، مستحيل. فهاد بشعته. فخلينا هاين بمجرد انه تضغط ترى 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 ترى. فكتير كويسة عملة، مش بدك تجي على بيتك مش مثلا حد ما يسرق لك اغراض، بس هي بتكون امنة، بس مين ما بيكونوا بيعرفوا، فهي منيحة. ايه شكرا 121 مشترك كريات ايزي، وما مهم اقرأ اسمه صراحة انا كتير صعب. شباب هذا فورا بيروح منا، عين يمكن بينتقل لهون وبيروح لهون وبعدين لهون. يعني لا شباب صراحة ما بعرف، كتير صعب الشغلة مرة واحدة. انا عينه هون في 58، بدي اعرف وين ما يروح يا شباب. اذا حدا بيعرف هالآلة فيني يقول لي وين بيروحوا. طبعا هاي الآلة اسهل شي، بتروح لعندك تعملها تك تفتح بتروح. هي اخذت دروع ومدري شو، بس عادي عادي. فخلينا نروح على الآلة اللي بعدها. اوه الآلة اللي بعدها عينه هاي بيطلع لك نار، بس هلا ما بعرف ليش هيك فورا. وهاي مي. فا اوكي خلينا ننتقل على بعدها. البعدها نورمال تريد شوب. لحد الان شباب هاد ما اعرف استخدمه. في هدوم باخذ كم ايميرالد، يمكن نحطه بس صندوق. شوف الصندوق، لا خربطه شباب عينه، يمكن بأي هوبر بحطه مشكلة. فمهم يمكن بحطه بهاد، بس شباب ما بعرف، انا ما بعرف بهاد الشيء، غير انه اذا حطيناه هون بده يروح ينتقل على الشيت، وهون بعرف اذا حطيناه هون بده يروح ينتقل على هداك الشيت التحت. هذا شرحنا، عرفتوا؟ هالشغل الوحيد اللي بعرف عنه. شباب هذا جدا، خلينا نقرا ايزي ولا هارد. فيري ايزي، بس هو عن جد فيري ايزي. وي ياي ياي شباب، كتير صعب لحقوا. فهو فكرته تنط بالسلايم لوين وين
ايه تنط بالسلايم وتروح لقدام، هاي مرة واحدة سويتها وبتاخذ هون على اساسك في موارد. اوكي فخلينا نروح على هاي. شباب عاينا شو فكرة هاي، تحطها هيك يصير هون في درج تطلع، هاي حلو شباب. هاد طبعا هاي بالتجربة، ما تفكروا انكم بدي اقلكم كيف بنعمله، لانه هنا عاملين واحد اتنين شغال تحت الارض، انا شو بدي اعرف نسوي هالاشياء. شباب والله مرة هيك عملت واو، مرة ما وقعت، ما بعرف ليش بقى، مهم. يلا خلينا ننتقل على بعد هون. شو هيا؟ اوه هي الوحيدة اللي يمكن ما بعرف شو بتشتغل. بيت لا تساوي كم وحدة؟ باي اتنين يساوي خمسة فود، يمكن نحط هون اتنين. اوه شباب بيزفوا، واو اعطيني اكل. يلا انت هون، اوه باي اتنين ومناخد اتنين فول. صراحة هذا احلى شيء، يعني ما فهمت هلا كيف، بس صراحة والله الشباب حلو ما حلو شيء. ايوه هذا افضل شيء. شو كيف حاطيني، ها سكر الباب، لازم تكون هدوم مثل بعض بس هي بتكون منيحة. بقعت هاي تكتنت تنت، فا بيشتغل بكل بساطة. هاد حلو تسويه، يعني حلو، ايه حلو تسويه اذا كان عندك ماب، اذا كان عندك ماب كتير حلو تسويه. وهذا كمان نورمال، فبنضغط عليه بدي اشوف شو بده يصير. واو يفتح لك الطريق. فهي كمان خدها عينه شباب، بيكون في زر مثلا بتحطه بمحل صعب، مثلا بتحطه ورا هاد وبتخبي له هاد المحل صعب، فواو بصير حلو بالمابات. ايوه وهذا احلى 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 شيء، هذا احلى شيء، ايزي عن جد ايزي، عن بنشغل انت ترى. صراحة هذا كتير كتير حلو للمكتبة وهيك اشياء. فخلينا ننتقل على البعده، البعده في شوية فخ اذا كنت سيرفايفل، فانا هلا ما بدي موت. هاي مشيت افتح لي تشيت، عين شفتوا كيف كانوا البلوكات، فشفتوا شباب. فطبعا للأسف هون ما في زر، هاد هيك بس مقلب بيكون فينك تعمله. وهاد المبنى الأخير لحلقة اليوم، هاد صراحة خلينا نشوفه، خلينا نشوف هاد سامي. شباب تذكرت هذا، شو فكرته؟ فكرته جدا فظيعة وجدا سيئة. عيني بحط فيها كم وحدة، عيني لوين عم ينتقلوا على اللافا، شفتوا كيف ما ينحرقوا ما ينقلون على اللافا. فهاد شيء واو. هون حط لك thanks for downloading، مدري شو لايك زيس، هون قال مشان تبني ريدستون بيلد الخاص فيك، بدي يطلع لي هلا اعلان. فهيك من قصة الله معكم، هاد نقطتنا اليوم. لا تنسى انه تضغط على زر سبسكرايب اذا كنت جديد بالقناة وتحط لايك. اوكي وصلونا يا شباب 150 مشترك باقرب وقت. شباب والله يعني نسيت ادور، بدي ضل ادور how to ask skin in exploration، من حد الان ما عرفت غيره. فان شاء الله ببحث عن طريقة تغيير السكين. فبس كان معكم ريان وبس، باي.